أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونحن على ذلك من الشاهدين يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتبدر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني وأحبتي من الضلالة والنار إخواني معشر المسلمين كما سبق وأن تطرقنا إلا أن الإنسان عليه أن يعمل وهو عامل إذا أراد أو لم يرد لكن أعماله إذا ثبتت تحت أمر الله واتبعت المصطفى فإن أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى وإذا هذه الأعمال الذي يعملها خالفت أمر الله وخالفت منهج رسول الله فهذه الأعمال تغضب الله تعالى فأعمال ابن آدم من بينها كما قلنا ست أعمال ظاهرة ومشار إليها في كتابه سبحانه وتعالى وهي الآثام والفواحش والأوزار والسيئات والذنوب والخطايا كلاهما تختلف عن بعضهما وقد شرحنا في العمل الأولى والأول الثام وبسطناه ودرسناه في جمعتين أو ثلاثة حتى نفهم ونعلم كيف أننا نفوت أو نفوت هذا العمل ولا نطيح ولا نسقط فيه فما الآن جاء وقت أننا ندرس عملا آخر
وهذا العمل أحبابي وإخواني معشر الصالحين والصالحات وهو الفواحش. عباد الله، الفواحش كلمة نرددها وقد ذكرت في القرآن في عدة آيات، وحذرنا منها الرحمن سبحانه وتعالى وأشير لها بأسماء، وهي الفاحشة والفواحش، الفاحشة والفواحش. فهذه الأمور وهذه الأعمال تنقسم إلى عدة أعمال، منها الفحشاء والفواحش والفاحشة. فهذه الأعمال كلها تؤدي إلى مسار واحد لأنها من جذر واحد. فالفاحشة هي ما عظم وقبح من الأعمال والأقوال. ممكن أننا أقوم بالفاحشة بالقول، وممكن أقوم بالفاحشة بالعمل. فالفاحشة بالقول أنك تقول كلاما قبيحا لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يرضاه عامة الناس، ليس علماؤهم بل عامة الناس لا يرضى بهذا الكلام إذا قلته له، فهذا يعتبر فاحشة في القول. وكذلك الفاحشة في العمل، وهي عمل نفسي جسدي يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب عمل شنيع في الإسلام ألا هو الزنا. الفواحش أعمال تقام بها قبل أن تقع في الزنا. الزنا هي آخر فاحشة، وقد حكم عليها ربنا سبحانه وتعالى وأعطانا كيف الحد في هذا العمل، إذا ارتكب الإنسان الفاحشة ألا وهي الزنا، العمل الجسدي الذي يقوم بين الذكر والأنثى في غير شرع الله. فهذا العمل الله سبحانه وتعالى حد فيه عن المحصن بثمانين جلدة، والمحصن بمئة جلدة، وغير محصن بثمانين جلدة. فما هو يا ترى العلاقة بأن حكم الله سبحانه وتعالى على الزنا بالجلد؟ لماذا العصا؟ لماذا لا هو القتل؟ لماذا لا هو دعيرة تؤدي شيء؟ لماذا ليس هو التوبة فقط؟ لأن أحبابي ثبت العلم الحالي أن كل علاقة بين رجل وامرأة، ذكر وأنثى، هذه اللذة وهذه الشهوة لا تذهب من جسدك فتتعلق في ظهرك. هذه اللذة تخزن في ظهرك وفي خلاياك، وتبقى معك هذه اللذة إن لم تكون فيها شرع الله. يضرب ظهرك بسبعين أو بثمانين أو مئة جلدة حتى يخرج هذا العفن وهذه الشهوة الذي تتعلق في ظهرك. فلهذا الشرع سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى شرع لنا حتى نتظهر من هذه الشهوة ومن هذا الزنا بالجلد، حتى تطهر، حتى يخرج هذا الخبث الذي تعلق في خلايا ظهرك. فعباد الله، الله سبحانه وتعالى لم يعطينا شهوة إلا وجعل لنا طريقا نقضي فيه هذا الشهوة تحت رضاه، وتكون هذه الشهوة فيها لذة وطيبة نفس. فالزاني والزانية لما ينتهيان من هذه العملية الخبيثة فإنه يشعر بالخمول وتشعر بالخمول، وكذلك بالأسى عن هذا الفعل، وكذلك بالملل وعن عدم طيب النفس. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا وقال لنا لا تقربوا الزنا. لماذا لا نقرب الزنا؟ لأن كما قلنا الفواحش بداية الزنا، ليس هي الزنا نفسها، لكن الزنا حكمها ظاهر في كتاب الله، ولكن الفواحش كثيرة تقوم بها حتى تصل إلى الزنا الجسدي الظاهر. لكن أول عملية في الفواحش الظن والخاطر والتصور، يبدأ يتخيل الإنسان أشياء تدور به إلى
تهيج نفسيته وجنسه وجنسه حتى يقع في اجتماع، وهذا عامل يساعد فيه الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر، ثم انه يحذركم انه يريد يقعوا بنا في الزنا. فما هو يعيدنا الفقر؟ فكل نقصان في حياتنا من الشيطان. فنقصان في الشهوة او نقصان في الفقر عند تنفس الانسان، فالشيطان هو الذي يجعله حتى يهيج عندك هذه الشهوة وتعمل تقضيها في اي طريق كان، حتى مع المحارم تقضيها بأي طريقة تقضيها. لماذا؟ لأن جاء بطريق شهوتك فأصبحت أنت لا تتملك نفسك ولا تستطيع أن تقود نفسك بنفسك، فهل أنت الآن أصبحت مقاد من النفس والشيطان. لهذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا. كثير من الناس يظن هذه النهي عن ذنب القرب ليس حرام، بل هذا ذهب كثير من العلماء وقال هذا أشد من الحرام، لأن هذا قربك إلى هنا، من هنا إلى هنا حرام تقرب منه، فإذا كان حرام قرب هذا أشد من الحرام نفسه، لأنه هو الذي يجعلك خطوات تخطوها حتى تصل إلى الحرام المحقق. فلهذا عباد الله، نحن هذا الموضوع موضوع كثير ما يحتاج به الشباب، وكثير ما يحتاج به المتزوج. المتزوج عليه أن يعرف هذه الأمور حتى يعرف أن الذي هو متزوج لا يضمن أنه يكون بعيدا على الزنا، بل هو ممكن أن يكون أشد شهوة من الذي ليس متزوج. فالزنا ممكن يقوم بها المتزوج وممكن يقوم بها الغير متزوج. فقال سبحانه وتعالى الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ما معنى زان أو مشرك؟ هل المسلمين الذين لا يشركون هل هم لا يزنون؟ فالزنا عن عموم الناس، المسلم وغير المسلم والمشرك وغير المشرك. فالمشرك أنه هو الإنسان المتزوج الذي يشارك زوجه في نكاح زوجه في نكاح امرأة أخرى، فهذا هو المشرك الذي يشرك زوجته أو جماع زوجته بزوجة أخرى، فهذا يصبح مشرك أو مشركة. حتى المرأة التي تزني مع رجل آخر وهي متزوجة تعتبر مشركة، أي شريكة في هذه العلاقة برجل آخر مع زوجها، فتصبح شريكة فتصبح مشركة. فلهذا عباد الله علينا أن نفقه أمور ديننا ونفهم ما مراد ربنا. الآيات دقيقة، دقيقة المعاني. وقم سبق وقلت بأن مفهوم لغات كلها تفهم من الكلمة والجملة، لكن اللغة العربية تفهم من الحرف، لأن لكل حرف معنى. وفي كتاب الله معاني وآيات مختلفة واختلاف فيها الحروف، ونحن المسلمين لا ندرك أن المعنى قد اختلف من هذه الآية وهذه، لأن الاختلاف بين هذه الآيات حروف. فمعنى اللغة العربية تبدأ من معاني الحروف. فعلينا عباد الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا أمر ديننا ويوفقنا لاتباع سنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، كما قلنا وفصلنا شيئا ما في هذه الأمر الجلي، ألا وهو الفاحشة. فقلنا أن الفاحشة تبدأ من الأقوال والأفعال، فكل عمل يا ابن آدم
تعمله عظم قبحه من الأفعال والأقوال فهو فاحشة، والفواحش هي كل ما يؤدي بك إلى عملية الفحشاء ألا وهي الزنا. كل ما يؤدي بك إما من نذر أو سمع أو قول، فهذا الأمر وهذه الخطوات التي تعملها تؤدي بك إلى رفع شهوتك وسقوطك في الزنا، فهذه كلها فواحش. فالله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الزنا، أي كل الفواحش التي تقربنا من الزنا يجب علينا أن لا نعملها. ويقول سبحانه وتعالى وينهانا عن الفواحش، وينهى عن الفواحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الفواحش والمنكر والبغي، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لا يريد بك أن تقع في الزنا، فيقول فهو يعظنا من الفواحش والبغي حتى لا نقع في الزنا. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن يجلسوا في الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس الذي يريد أن تشيع الفاحشة، أي يشيع القول والمعاملة التي هي قبيحة بين المسلمين، فهؤلاء الله وعدهم بجهنم ووعدهم بعمل بحساب عويص غد يوم القيامة. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، والإثم والبغي بغير حق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها العلاقة الجنسية الظاهرة، وما بطن العمليات التي تكون حتى تؤدي الإنسان إلى الزنا، حتى تؤدي الإنسان إلى العملية الجسدية الظاهرة التي حكم عليها الله سبحانه وتعالى بالتطهر منها بالجلد. فقلنا عباد الله أن هذه العملية تطهر، وأي ما رأينا في القرآن يريد يطهركم، الله يريد أن ينظفنا، الله يريد أن يطهرنا، أن نكون نظيفين طاهرين راجعين إليه كما خلقناك كما خلقنا أول مرة. فكل حكم لله سبحانه وتعالى ليس المراد منه أن يعذبنا، بل كلمة عذاب أي يصبح عذب حلو نظيف طاهر صالح للجنة، جعلنا وإياكم أننا كنكون صالحين إلى الجنة. فرطي لم يأي أجي أبيون قصات ورسولون دو عمل dopo l'Athame, abbiamo passato del fawahish. Il fawahish, e questa è una cosa importante, ogni musulmano deve sapere, deve capire che cos'è il fahisha, perché Allah subhanahu wa ta'ala ha dato tanti nomi dentro questo, il fahisha, il fahsha, il fawahish, tutti questi nomi vengono di il fahsh. Che cos'è il fahsha? Che cos'è il fahsh? Allah subhanahu wa ta'ala yubayyin, questi ulama hanno detto che il fahsh è qualsiasi lavoro tu fai con la bocca, qualsiasi lavoro brutto fai o con la bocca o con il tuo gesto, questo si chiama fahsha. Il fahsha fil qawl, io dico, insulto gente di parole brutte, questo è fahsha. Questo è fawahish fil qawl. Il fawahish fil gesto yuaddi bil insan, vuol dire che quando fai fawahish, vuol dire tante cose fai per arrivare a zina. Zina non è tu trovi prima volta fai zina subito, no, prima c'è tanti fawahish. O vedi per esempio una donna nuda, questo è una fawahish. Parlare di queste cose, questo è fawahish. Sentire, vedere, tutti questi fawahish fino a che tu arrivi a zina. E questo zina che è Shaitan vuole, perché zina, quando tu fai questo zina, è un lavoro che fai, perdi prima tutta la tua energia del corpo. Se uno zani dopo zina, diventa stanco, non è contento, poi si sente proprio peccato. Perché? Ma non c'è un zani che finisce contento. No, arriva questo problema. Perché? Perché c'è tanti tira, fino a che fai zina, così tu perdi tutta la tua energia, lui può entrare da qualsiasi posto vuole adesso, perché l'energia
perde, non dare possibilità a Shaitan a entrare. Se c'è l'energia dell'Iman, Shaitan non può entrare nel cuore. Se c'è l'energia dentro il fikr, Shaitan non può entrare nel questo cuore. Quando fai Sina, tutta questa energia che protegge il tuo corpo, Shaitan la perde, adesso Shaitan entra dove vuole. E lui vuole che perdete l'energia e che perdete il suo waqara e puoi andare. Poi questo Sina, dentro il Corano, Allah subhanahu wa ta'ala dice Zani. Zina, questo zina c'è Shara. Allah ha fatto risolvere il problema questo con Jal. Perché quando Zani prende e viene e tu fai Jal dentro il dorsale? Ha detto perché qualsiasi rapporto, fare maschio con femmina, questo rapporto è una ladda, è un'energia. Questa ladda non è che si perde, rimane dentro. E sì, un rapporto è stato fatto prima del matrimonio, quello rimane e quella ladda non lo trovi mai, perché tu l'hai trovata la prima volta in haram. Devi fare haram per trovare quella ladda, se no non ti basta la donna del mondo, non ti basta la donna del mondo, perché quello quando iniziato con haram, quella ladda del haram non lo trovi con la tua donna, lo trovi solamente in haram. E perché Sharia dici che devi fare per 300 volte per quello Muhsan e 80 per quello che non c'ha voglia, per far uscire quella letta che c'è là, quel sentimento che c'è, deve uscire con sangue, con battere. Sharia non è per Adam, non è Allah per fare sentire male, no, per pulire. Allora tu c'hai questa letta qua che è haram e quella si rimane con te sempre, tu non trovi mai letta con tua moglie. Allora Sharia che fa? Manda via col bastone, così esci fuori e inshallah si purifica questo cuore e torna con me. Allora per questo cuore noi dobbiamo sapere queste cose dentro di noi, non è di cose banali, che Fuqaha ha fatto così, o Nabi Sallallahu Alaihi ha fatto così, o dentro l'aria ha fatto così, no, sono cose precise. E io ho detto prima, dentro l'arabo, dentro qualsiasi lingua, per capire la lingua ci vuole parola, ci vuole frase per capire una lingua. Ma in arabo, dalla lettera a capire. Per questo qua troviamo aya quasi uguale. Per c'è una aya, c'è solamente una lettera diversa. Per questo si fa un'altra mana, un altro significato. Allah ha cambiato alif al posto di wow, perché c'è un'altra, vuole dire un'altra cosa. Allora dentro la lingua araba, per capire la lingua non serve parola, no, serve lettera. Alif c'è una mana, ha c'è una mana, fa c'è un altro significato, e non è come le altre lingue. La lingua, ecco perché Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto questa lingua per portare sull'ultimo libro che è valido per tutta l'umanità fino al giorno di giudizio. Non è valido solamente per i musulmani o per problemi dei paesi musulmani. No, valido per risolvere il problema di dunia e il problema di l'akhira, problema di musulmani e non musulmani. Questa qui, ecco perché questo Nabi è arrivato per tutto il Nas e questo Kitab è arrivato per tutto il Nas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا للمهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين مبدلين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم اجعلنا من آمينك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. واشف الناس جميعا. واشف الناس جميعا. واجعلنا السبب لذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا. اللهم اصلح أولادنا. اللهم اصلح بناتنا.
اللهم اصلح نساءنا واولاد وبنات المسلمين ونساء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واجعلنا من الامنين يا ارحم الراحمين. بجاه المصطفى الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا وغلام محمد المصطفى الامين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فراتيلي دي مجلس الامه سو اريفاتي بيركيه دي نور.